بسم الله، الحمد لله، والله اكبر كبير. يغفر لكم، وقت اللي طالبين الغفران من الرحمن، اذا كان صدقوا فيما طلبوه ربي يغفر لهم، لانه الغفران وانت مصمم باش تواصل العصيان ما هوش غفران، ولهذا ربي يغفر له ويحفظ من سرنا مش يقبل منك ويغفر لك. هيا اسمع، اكل كونتراديكسيون ما بين ما تقول وما بين تؤمر وتسمع وكذا ما يمشيش مع الله، لأنك كنت في بالك تخادع المولى، كيف تخادع اللي خلق؟ اللي يعرف كل أسرار زوايا شخصيتك، الكل يعرف تقلباتك ونفاقك وإجرامك، الكل عند الله لا تزيد توقف، كما صدرت عنك أنا تقيد عليك على حسابك أنت، بعد في الدنيا تاخذ شوية جزء من العذاب، وتنعر أن تكون برزخية جزء ربما أعظم، لأنك يعني تلقي القبور من نيران، وبعد الآخرة نصرات يعني نصرات وندمات ورا ندمات، تقول له أنا نظلم تو ورجعني أنا صالح، أنا اللعب هذا مع الله، رجعني شكونك أنت؟ اللي يأمر والله، واللي يقدر والله، واللي يحسن والله، خلوه يرجعني. قال شنو؟ قال احنا ابناء الله واحبائه، ولينا ندلوا عليه. ايه كيما ما بغشناش من الصوفيه وغيره، قال تدلوا على الله. تدلل على يعني تبدا تقول كلام اللي انت تعبد في ربي وتحمد في ربي وتمجد في ربي والعرش وتعشق ربي، حتى توصل بك المتاهات الى ان تكون الوحيد. انت وربي كيف هو الخالق المطلق الواحد، انت المخلوق الدليل، شابيك شيطان الى ضلالات، وانت لا تعلم انه لعب بك الالاعيب. هذا النجمه المسلوبيه اللي هي تقول بالوحدة الوجود وتقول بالحلول، أنا الله وما في جنبتي إلا الله. يا ولدي ما في كيانك وإحساسك وسلوكك وتخيلك يكون من قربة إلى الله، لا لا غير، أما مش ولي حلول وقت اللي أنت مخلوق وهو خالق، هذا لا يجوز، هذا محال. نسأل الله السلامة.